إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تي في قناة الشعب في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. إذا صباح النور صباح الخير عليكم جميعا ونتمنى لكم ثلاثاء مبروكة إن شاء الله متابعينا الكرام. الإشارة في الجو اليوم بمدينة تطوان فهو جو جميل ومثير صراحة، يعني سماء مدينة تطوان صافية طبيعة الحال، فكاين شوية ديال الريح ولكن الرياح اللي هي خفيفة، فالحمد لله والشكر لله على هاد النعمة متابعينا الكرام. يعني مجموعة ديال الآباء فهما كيوصلوا الأبناء ديالهم للمدارس القريبة هنايا من المنازل ديالهم من أجل العلم والتحصيل. إذا بقوا معنا متابعينا الكرام باش نكتشفوا الأجواء هنا بالحمامة البيضاء بمدينة تطوان طبيعة الحال. ف اليوم وغدا وبعد غد فغادي تكون حركة غير عادية في مجموعة من الأسواق ديال مدينة تطوان، فمع اقتراب دخول رمضان الكريم إلا غادي يكون إقبال على المحلات التجارية وسط المدينة اللي كتبيع التمور اللي كتبيع العطور اللي كتبيع الفواكه الجافة. والمحلبات اللي كتبيع الأجبان والزبدة وكذلك أسواق الخضر والفواكه. عند المتابعين الكرام هكذا تبدو بعض الشوارع مدينة تطوان خلال هذه الفترة الصباحية من يوم الثلاثاء. يعني اليوم على ما أعتقد فدخول فصل الربيع، يعني اليوم او غدا غادي يدخل بشكل رسمي، يعني دخول فصل الربيع بشكل رسمي واللي غادي يجي تزامنا مع شهر رمضان المعظم متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا فالخضره في كل مكان بعد التساقطات المطريه اللي عرفتها المدينة. إذا متتبعي قناة شوف تي في قناة الشعب هكذا هي مدينة تطوان خلال هذه الفترة من الصباح. يعني الجو صافي ومشرق ولله الحمد. يعني بغيناكم متابعينا تدخلوا لنا كيف هي الاجواء بباقي المدن المغربيه، واش نفس الاجواء التي تشاهدها مدينه تطوان هي نفس الاجواء التي تشاهدها مدنكم، خصوصا خلال هذه الفترة من الصباح. يعني كما قلت فاليوم غادي تكون حركية غير عادية في مجموعة من شوارع وأحياء مدينة تطوان، فاليوم يعني كتبدو الحركة غير عادية هنايا صبيحة هاد اليوم، وأكيد أن كما قلنا مجموعة ديال الشوارع فهي غادي تعرف يعني إقبال وحركية والكل غادي يتوجه
وسط مدينة تطوان من أجل أنه يقتني الأشياء اللي غادي يحتاجها خلال شهر رمضان المعد. فالحمد لله وعلى وشكرا لله على هذه الأجواء الجميلة التي أنعم علينا بها الله عز وجل، وهي أجواء ربيعية بامتياز متابعينا الكرام. خلال هذه الفترة من صبيحة يوم الثلاثاء، متابعي قناة شوف تيفي، نتمنى لكم يوما سعيدا إن شاء الله، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.